لأول مرة هذه المرة أكلها حزب الله ضربة مرتبة كما يقولون قياداته. بحسب ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت واشنطن عقوبات على نواب وقيادات تابعين له وأصبحوا على قائمة الإرهاب. وفي سياق آخر وعلى أساس الميليشيات بعضها من بعض، تعيش الميليشيات الإيرانية حالة استنفار كامل في مدينة البوكمال شرق دير الزور عقب انتشار صور وخرائط تبين وبالتفصيل أماكن تمركز تلك الميليشيات ومستودعاتها داخل المدينة الحدودية التي تعتبر الممر البري الذي يصل إيران والعراق بسوريا ثم لبنان وصولا إلى البحر المتوسط، وفي وقت تتعرض فيه مواقع ميليشيات إيران لقصف إسرائيلي غير مسبوق يهدد تواجدها العسكري في سوريا. فهل سيكتمل الخناق الاقتصادي بإغلاق الطريق أم سيزداد التغول والمشهد لا يخرج من سياق التمثيل؟ منذ أواخر عام 2017 بدأت مطامع إيران في محافظة دير الزور، عندما سيطرت قوات الأسد مدعومة بالميليشيات الشيعية على مدينة البوكمال الحدودية مع العراق بعد معارك ضارية مع تنظيم الدولة بدعم جوي من الطيران الروسي. الآن باتت البوكمال وريفها بالكامل تحت سيطرة ميليشيات شيعية موالية لإيران مع تواجد للفروع الأمنية التابعة للنظام في المدينة، والتي بدورها تنسق مع المشرفين الإيرانيين عن الميليشيات في دير الزور. صفحة عين الفرات الإخبارية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خرائط وصور ل13 موقعا لمقرات الميليشيات الإيرانية داخل مدينة البوكمال مع معلومات تفصيلية حول كل مقر من حيث أعداد عناصرها ومخازن الأسلحة وأنواعها وكمياتها في كل مقر. كما بثت مقطع فيديو ظهرت فيه شاحنة مغلقة في أحد شوارع البوكمال، قالت الوكالة إنها محملة بأسلحة وذخائر بعد تفريغ أحد المقرات الإيرانية في المدينة إثر نشر خرائط ورصد الموقع. كما أن القيادي في فاطميون في البوكمال سلمان الإيراني خصص مكافأة مالية لمن يرشد إلى من يرصد ويصور مواقع الميليشيات الإيرانية. هذه التطورات تأتي في ظل تورد أنباء من منطقة شرق الفرات عن حصول توتر غير مسبوق بين الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية. وكان اجتماع عقد في القدس الأسبوع الماضي ضمن مستشاري الأمن القومي في روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل ناقش الوجود الإيراني في سوريا، وحث روسيا على الانخراط في تحجيم النفوذ الإيراني ضمن صفقة تعيد ترتيب الأوراق في المنطقة. تابعنا معكم هذا التقرير مشاهدينا الكرام، ارحب بضيفي في الاستديو نورس العرفي الاعلامي السوري، حياكم الله، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقه من سوريا الان. اهلا بك استاذ فاتح وبكل مشاهدي القناه التاسعه. في البدايه التصعيد على ما يبدو اليوم على الميليشيات، ميليشيات حزب الله تحديدا في لبنان، فرضت واشنطن عقوبات عليهم، كيف تقرا هذه التحركات وهي تاتي لاول مره؟ هي من ضمن المعركة بين واشنطن وطهران، من ضمن معركة أمريكا وإيران، هذا ما يحصل الآن. واشنطن تعلم بأن حزب الله هو ذراع إيران في لبنان وفي سوريا، لذلك فرضت عليه هذه العقوبات. إذن هو استمرار للصراع السياسي الحاصل بين الدولتين. ليس المقصود حزب الله تحديدا، حزب الله مسيطر عليه من قبل إيران، أي المقصود المحرك لتلك الذراع ألا وهي إيران. والكثير من العقوبات صدرت سابقا بحق إيران وبحق حزب الله، وجميعها عبارة عن جعجعة بلا طحين. اسمح لي أن أشكنا في هذا النقاش كذلك الأمر عبد الرحمن صلاح الدين الصحفي اللبناني، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة. واشنطن تفرض عقوبات على برلمانيين من حزب الله، في البداية من هم ومدى أهمية هذه الخطوة الأمريكية؟ يعني هو إيقال نائبين من حزب الله مين شري ورئيس الكتلة محمد رعد رئيس الكتلة البرلمانية، وأيضا محمد رعد هو عضو مجلس شورى حزب الله، بالإضافة إلى وفيق صفا وهو ممثل وهو يعني رئيس وحدة التنسيق لحزب الله، الوحدة الأمنية في حزب الله. أهمية هذا الموضوع لأن هذه العقوبات هي طلبت هذه المرة اثنين من النواب البرلمانيين المنتخبين لحزب الله في البرلمان اللبناني، يعني نشوف برلمانية ديمقراطية صح التعبير. وأيضا وفيق صفا هو شخص له دور مركزي جدا في عملية تمويل حزب الله، كونه هو المشرف على إدخال الكثير من البضاعة وإخراجها من لبنان،
ومعروف أن البضائع التي تدخل إلى لبنان تدخل بدون رسوم جمركية، وهذا يشكل مصدر تمويل أساسي لحزب الله. وبالتالي التركيز على هذه الشخصيات يعني أحد أمرين: الأمر الأول هو أن حتى الأذرع السياسية لحزب الله ليست بعيدة عن العقوبات الأمريكية، ربما أيضا هو إنذار إلى بعض حلفاء حزب الله بالمعاقبة. الموضوع الثاني أنه مطلوب ضرب عوامل تمويل حزب الله حتى داخل لبنان عبر معاقبة توفيق الصحفي، بتقديري أن هذين الرسالتين يريد الأمريكيين إرسالهما. طيب، في هذا السياق يعني هل تتوقع أن تقوم واشنطن بخطوات أخرى؟ لأن هذه الخطوة الأولى على ما يبدو، ما سبقها كان على عناصر، هذه المرة على قيادات. لا، هو عمليا ليس على سابقا كان على عناصر العنصر. الولايات المتحدة منذ عام 2017 حتى الآن عاقبت نحو 50 شخصية حقيقية واعتبارية في حزب الله، منهم قيادات ومنهم عناصر نافذين ومنهم أيضا شركات مرتبطة بحزب الله. وبالتالي التطور هو كما قلت لك أنه هذه المرة يطال نواب منتخبين، وهذا ويطال شخص مسؤول عن تمويل حزب الله وأمنه الداخلي في لبنان، وليس كأذرع خارجية خارج لبنان. وبالتالي هذا يعني أن الضغط على حزب الله أمريكيا يراد أن يكون حتى داخل لبنان، وهذا هنا نقطة الخطورة، لأن حزب الله في داخل لبنان هو جزء من الأمن الاجتماعي، وبالتالي الضغط على حزب الله في لبنان قد يؤدي إلى تفجير الأمن الاجتماعي والسياسي في لبنان. وهذا ما تضمنه أيضا بيان الخارجية الأمريكية التي أعلنت فيه العقوبات، وقالت أن المعاقبين الثلاثة يلعبون أدوارا في تهديد شخصيات لبنانية وفي سيطرة حزب الله على الاقتصاد اللبناني وكل هذه الأمور. وبالتالي كان واضح من تركيز بيان الخارجية الأمريكية أن مسألة هي تكون في معالجة مسائل لبنانية محلية وليس فقط تدخلات خارجية لحزب الله. شكرا جزيلا لك سيد عبد الرحمن صلاح الدين الصحفي اللبناني على مشاركتك لنا في هذه الحلقة من سوريا الآن، أشكرك جزيل الشكر. الخزانة أو الوزارة الأمريكية كانت قد فرضت العام الماضي عقوبات على أمين عام ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم وأشخاص على صلة بميليشيات حزب الله. هذه العقوبات هي عقوبات سياسية أم اقتصادية؟ يعني العقوبات الآن التي فرضت هي عقوبات اقتصادية، وكما ذكر الأستاذ عبد الرحمن أحد المسؤولين عن تمويل حزب الله هو الذي استهدف بتلك العقوبات. الآن هناك تضييق اقتصادي قوي على حزب الله، هناك عقوب على إيران، هناك عقوبات قوية اقتصادية على إيران بدأت تثير الأمور داخلياً. إذن العقوبات كانت اقتصادية، المغزى منها اقتصادي. الآن في السابق كان هناك عقوبات على الأمين العام لحزب الله، على بعض الشخصيات، تلك العقوبات التي تصدر أيضا كانت اقتصادية بإيقاف أرصدة وبتمويل، لكن جميعها عبارة عن دعنا نقول إبرة بنج، يعني إبرة مهدئ. عندما يثور الشارع العربي، الشارع السوري، عندما تطالب دول الخليج التي لها كلمة عند أمريكا بتقليم أظافر إيران بإسكات حزب الله، تقوم أمريكا بمثل تلك الخطوات لترضي بعض الحلفاء الهامين لها، لترضي الشارع بشكل عام بأننا نحارب الإرهاب، وهذا حزب الله المصنف إرهابيا نحن نقوم بمحاربته، طبعا مع فارق المحاربة بالنسبة لكل إرهاب، ولكل إرهاب يعتبرونه هم، فهم لا يحاربون حزب الله كما حاربوا تنظيم الدولة. وحتى تنظيم الدولة عندما يحاربونه، لكل فئة من تنظيم الدولة حرب خاصة بها. إذن العقوبات اقتصادية، لكن كما قلت قبل قليل هي جاءت بسبب التوتر السياسي بين واشنطن وطهران، ربما سيكون لها أثر، لأن على ما يبدو بأن إيران لن ترضخ هذه المرة لأمريكا كما يحصل في السابق. ربما هناك بعض الخلافات التي اشتدت، ولكن
لا تصل لدرجة أن تقصف أمريكا إيران أو أن تزيلها من المنطقة، لأنها الشرط الآلي الذي تتحكم به. إذن شملت العقوبات الأمريكية رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعبد والنائب أمين شري بالإضافة إلى مسؤول الأمن في الحزب وفيق صفا. سنتوقف مع فاصل قصير، نعود بعده لنواصل الحديث معكم الأستاذ نورس العرفي الإعلامي السوري بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيداً.